احتفلت دار الأوبرا بتقديم فرقة أوبرا القاهرة العرض الأسطوري الخالد أوبرا عايدة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالي إليو أورتشولو، وذلك بمرور 150 عاماً على ميلاد أوبرا عايدة وبمشاركة فرقة بالي أوبرا القاهرة على مدار 3 ليال متصلة. العرض مصري خالص، كورال بتاعنا مصري، الفرقة بتاعت الباليه مصري، المغنيين مصريين. أنا بظهر حضارتنا، بظهر تاريخنا، كانت شكل مصر عاملة ازاي أيامها. دوت أنا بحبه قوي إن أنا أقدمه بالشكل ده.